لكم اخوي بان نقول لكم بان العبد الله ورد تبع البارح صيفطو السيد والنت ورا كاع عندي كاع عندي ربي كاع عندي الرب. اما الخوت كيما القفص ما يسديت عليهم الخوت. شوف المهم الخوت ان شاء الله راه شادين الطريق ديالنا خوت ان شاء الله وصلنا للطاكس ديالنا دابا غادي نشوفو. خويا يونس هانيا بخير كلشي مزيان شريف تعاود راك هاني. المهم انت خويا الحميمات راه وصلوني بصحة جيدة راه وصلوني راه شديتهم وكنشكروك على داك المجهود اللي درتي من كازا تصيفطيهم ليا الرباط وكنشكرك بزاف. والحميمات راهم في المستوى اللهم بارك الله يسخر ليك ولينا ان شاء الله خويا الله يحفظك الله ينورك. السلام عليكم الخوت هاني كلشي مزيان نتمنى كلشي يكون بخير ولا خير كيف ما ديما الخوت. فيديو جديد الخوت دابا ما نكملوش لكم الخوت البلاكار وديك الخدمه اللي كنا قلنا باقا ما نكملوش لكم الخوت بان نقول لكم بان العبد الله ورد تبع البارح صيفطو للسيد والنت ورا جا عندي جا عندي ربي جا عندي راسو وخدهم من عندي وجا عندي حتى لحد الدار. تحيه لك اخويا والله يسخر لك وكتب شي كومونتا على هذا الفيديو باش يعرفوك الناس باش يشوفوك الناس ويتاكدوا الناس بان ديك السياره بصح. وخذ بان بالنسبه للغرابي ديك الجوج اللي كتخديت 30 درهم هذاك راه خوت راه طلعوا جوج الكوره واحد راه بعتو وهو القرطاسيه. دابا الخوت ان شاء الله السلعه ما نديروهاش في كارطونه اخويا. السلعه كناخذو قفيز قديم 1 فرانك 160 كندقدق شويه وكنصيفطو فيه جويجه مرتاحه كاين لا كارطونه لا والو. درنا النجاره تما باش ما يتكرفصوش حطوا رجليهم يتكرفصو ما والو. دابا ان شاء الله داك السيد قلت لكم راه صيفط لي فلوس وغنوريكم الورقه الخوت وغنوريكم الطريقه كيفاش شي واحد لا بغى يشري الحمام كيفاش يشري الحمام من بعيد كما كنقولوا. غنوريكم الورقه الخوت وغنوريكم المعلومات كيفاش بغيتي تشري الحمام باش ما تصيدش وباش ما تصيدش حتى من عند مول لاجونس ولا يصيدك هذاك اللي غيصيفط لك. المهم اي حاجه غنقول لكم الخوت ونبارطاجيها معكم الخوت. دابا الخوت دابا ان شاء الله غنهزوا الغرابي والقرطاسيه وغادي نمشيو نتوكلوا على الله وغادي ان شاء الله هادو راه غادي لتماله. دابا الغرابي واخوه الصغار راه جاو من تماله من السوق وفدق عندي وتشمبر. دابا راه باقي ما كملش واحد راه كمل واحد باقي ما كملش هذاك اللي ما كملش ولا غنعطيه المولى باش يكمل عنده. دابا الخوت طلعوا جوج الكره قال لي عطيهم لي بجوج قلت لي لا نعطيك واحد والله العظيم اخوت قال لي صيفطوا لي هو القرطاسي. دابا ان شاء الله غادي نخرجهم وغادي ان شاء الله غادي نصيفطهم لي وغنوريكم الطريقه كيفاش تصيفطوا الحمام باش ما تقول ما والو وما تخافش على رزقك. والحمد لله حنا راه تيقال ماشي بنادم غادي صيفط لنا 3000 ولا 4000 ريال غنديوها لي وغنسدو القناه راه لا يمكن. هذا هو اللي كاين اخوت. المهم الخوت دابا ما نطولش عليكم غنخرجوا البياسات باش غادي نتوكلوا على الله ونسدوا الطريق وغنوري لكم الطريقه. اما الخوت كيما القفص ما عمري سديت عليهم الخوت. شوف باغي يخرج بهذا الطريقه الخوت دابا خصهم يتدربوا. المهم الخوت ان شاء الله راه شادين الطريق ديالنا شادين الطريق الخوت باش غنقول لكم ان شاء الله غنوصلوا وغنوريكم كيفاش الطريقه كيفاش كيوصل الحمام كيفاش كيوصلك الحمام والطريقه. الا بغيتي تصيفط شي واحد الفلوس ها انت اخويا راه خاصك تصيفطهم لي فهاد الورقه هادي فهاد لاجونس هادي ها يلا بينا كاش بليس راه ما كاينش ما كيعرفش. دابا بحال هكا راه غيصيفطك بحال السيد درت معاه 150 درهم راه ماشي هو غادي يصيفط لك 150 درهم ويقطعوا لك من لاجونس نتايا راه هو خاصو يخلص عليها. هذاك اللي غيشري من عندك يصيفط لك 150 درهم ديالك هذيك راه ديالك وهذاك الشيء اللي غيصيفط عليه بوحدو يعني غطلع عليه ب 3000 وشي حاجه. يعني الا كان غيصيفط لك 150 درهم وعطاها مول لاجونس عطاها 150 درهم وصيفطها لك راه ما غتوصلكش 150 درهم
راه القليله القليله كتوصل الامانه كتوصل 30 درهم باش كتوصل باش تعرفوا هاد القضيه وصافي. يعني اي واحد باغي شي حمامه الخبز، اي واحد باغي شي حمامه وباغي ياخذ تقدم عند شي واحد صيفط ليه في كاسا بليس حسن. هذاك اللي كيقول لك صيفط لي النمره ديال الكونت، هذاك الشيء راه فيه المشاكل الخو، راه يقدر الكونت فيه 1000 درهم يبقى عندك والو فيه، فهموني. الكونت ديالك فيه 2000 درهم ما تلقى فيها والو، يعني خاصك تصيفط ليه في كاسا بليس. الكونت ديالك ديال البنك خليه ابار، ماشي بنادم غيصيفط لي 3000 ريال نبدا نعطيه انا نبدا نفرق في الكونت ديالي، فهموني الخبز. يعني اي واحد بغى يصيفط شي بياس هذاك كيصيفط في الكونت هذاك راه غلط، ولكن الا كان شي واحد ما عنده حتى ريال ديال كونت خاوي راه ماشي مشكل، ها باش نكونوا فاهمين. دابا الخوت كيما قلت لكم اي واحد بغاني نصيفط ليه شي بياسه راه غيصيفط ليا في كاشا بليس، كاش قلت لكم كاشا بليس كاش بليس. ها انتم الخوت وريهم المعلومات بالنسبة لهاد البلاصة اللي مورك عليها بصبعي، هادي راه فيها نمرة لاكارت ديالي، ها باش تعرفوا، هادي راه فيها نمرة لاكارت ديالي باش متبانش. ها انتم شوفوا وريهم لاداج، وريهم لاداج، وريهم الوقت، وريهم لاداج، وانت صيفط لي داكشي. راه الباح الخوت صيفط لي الباح في العشية، راه انا الباح في العشية صيفط لي. بالنسبة لهداك اللي قلت لكم ديال عبد الله وتيوتو، هذاك الخوت راه جا عندي حتى للدار، راه هو اللي كان كيتسلط الفيديو، راه قلت لك كومونتي كومونتي قول لهم راه بصح راه جيت عندو للدار، راه جيت عندو للدار وخديت الامانه ودار معايا مزيان. يلاه الخوت، المهم الخوت حنا راه شادين الطريق والوطورات راه عامره الخوت، وشي غادي من هنا وشي غادي من هنا وشي غادي من هنا، حنا راه كيبان لي غادي نديرو لهداك الشاطئ ماطع اليمن وغنمشيو بحال هكا غادي ناعس الخوت. هاد لا صراحه كيما قلت لكم الخوت، بالنسبه للحميمات اي واحد بغى يسلل شي واحد يسلل ليه في كاش بليس، الخوت كاش بليس راه في الهضره في البلاصه غادي نولي كي. وبالنسبه لواحد الدري راه كنت كتفرج فيا حتى اللي قلت لي صيفط لي يد فيا وقرطاس لي وقلت لي ما عنديش لاكارت ناسيونال، ما عندكش لاكارت ناسيونال اخويا، شي واحد في داركم ولا شي واحد كبر منك ولا ولد دربكم طلبوه يمشي معاك قول لي يلاه نمشي نصيفطو هاد العيبات راه نصيفطهم لخويا ماشي مشكل. وبالنسبه لخوت دابا هاد السيد هذا عرفتي فين ساكن، راه ساكن في تمارة، انا دابا ان شاء الله دابا طالع البوزنيقة، طالع البوزنيقة غنضرب واحد الدورية تما، نضرب واحد الطلة ونخلص واحد الموطو عندي تما في الدار ليه، وغادي نضرب واحد الطلة تما وغادي نحسن وغنرجع فحالاتي. يعني السريعة هي اللي داتني صحة باش غادي ما كنتش غادي دابا، ولكن السريعة اللي درت مع السيد كلمة والله ما نخويش، درت مع السيد كلمة ما نخويش، يعني غنوصل البوزنيقة عاد غادي نمشي الطاكسيات ديال تمارة، ركزوا معايا مزيان، غنمشي الطاكسيات غنمشي تا الطاكسيات ديال تمارة، غنمشي الطاكسيات ديال تمارة وغنعطيه السلعة وناخد النمرة من عند مول الطاكسي، وناخد النمرة من عند مول الطاكسي باش يتواصل مع السيد اللي غياخذهم من عندو، عاد نتحرك نتململ من حدا، ناخذ النمرة ديال مول الطاكسي نعطيها للسيد وندوي معاه عاد نتململ من حدا مول الطاكسي، كنعاود نأكد عليه، عاد غنتململ، وديما تبغى ترسلو شي حاجة لشي مول الطاكسي ديما بالرايط، بالرايط هداك الشيء، جي ورا الماتريكين، جي ورا الطونوبيل إلا برق شد الماتريكين، راه يقدر هذاك السيد مول الطاكسي، راه ماشي كلشي ثقة الخو، ثقة في الله، ماشي أي واحد ثقة، يقدر هذاك مول الطاكسي يديهم. ولا كان مولوع وكان حميمي وعجبوه ما يخسر عليك والو، فهمتيني اخويا، يعني ديما تبغى دير شي لعيبه تتغيزها هذا دير. دابا الخوت كيما قلت لكم غنوريكم العمليه، غنوصلو ان شاء الله للبوزنيقة غادي نشارجي التليفون باش نتصل بالسيد، دابا السيد والله العظيم باقي ما اتصلش بيا، كرهت باش يتصل بيا احسن من شارجي، انا ما كنشارجيش انا كاع، عندي الكونيكسيون كيخدم بيا.
المهم خوت ان شاء الله عتي وصلنا دابا غادي نقطعوا عليكم دابا لابيل بما وصلنا وخبطوا شويه الطريق دابا الخوت كما لاحظتوا معنا حنايا في ايكيا سناتر وريهم 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 باش يشوفوا سناتر محمدي الرباط هنا فوت على رايبي حيت قطع 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 اللي بتي توصل خوت ان شاء الله قربنا نوصلوا الرباط من هنا للرباط 43 هاتوما الخوت هوات صيكوكا هنا الخوت عندنا هوات صيكو كلهم طابعة والرمزة خوت بشمشان قدير تولعوا لي يا خوت تولعوا الدخلة هادي الدخلة الطريق هادي اللي كتدخلك البوسنيق هادي الطريق ديال الصغير ها الريزيدونس اللي فيها الاخشيا هايا ما الرومبا ما كدور بحال هكا راه رجعوا عندهم الخوت هنا غادي نرجع هنا حيت واحد البياسات ديال واحد مول البياس راه هو مول البياس تيجيبهم ليا وجابهم ليا شي جوج سيمانات غادي ثلاثه والله ما عادي ما ركبتهم راه غرجوا عنده وغادي نركبهم قدامكم ان شاء الله دابا ان شاء الله غنمشيو نشارجيو باش نعيطو للسيد نشارجيو باش نعيطو للسيد شوفوا واش معيط لينا في الواتساب حيت ما عنديش كونيكسيون ما بين ليا والو غادي نشوفوا داك الشيء واش عيط ولا ما عيطش الا ما عيطش غادي نمشيو نحسنوا بما عيط لينا وغندوا الامانه وغتمشيو معنا وغتشوفوا الامانه كيفاش غادي نعطيو المواليه المهم الخوت ان شاء الله راه اتصلت بالسيد اتصلت اخويا بالمتتبع قال لي راه كنتسنى فيك دابا الخوت راه غادي للطاكسيات باش غنعطيه الامانه المهم الخوت دابا غادي نوصلو ان شاء الله حيت الطاكسيات راه في الرومبا راه قريب الرومبا ديال الهبطه ديال البحر تما في كاينين الطاكسيات ديال تمارا خوت ان شاء الله وصلنا للطاكسيات دابا غادي نشوفو شي بلايصه باش غادي نمشيو بغيت لي واحد البلايصة الخوت هذا
كيلو. خويا يونس هانيا بخير، كلشي مزيان، شراك تعاوني راك هاني. المهم انت خويا الحميمات راه وصلوني بصحة جيدة، راه وصلوني، راه شديتهم وكنشكروك على داك المجهود اللي درتي من كازا تصيفطيهم ليا الرباط، وكنشكرك بزاف. والحميمات راهم في المستوى، اللهم بارك، الله يسخر لك ولينا ان شاء الله خويا، الله يحفظك والله ينورك.